قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: أنا مستأجر 30 قيراط أرض زراعية، لكن آلة الري تتبع مالك الأرض، وأنا أدفع حق الري من الجاز والزيت والعمرة، هل يجب علي الزكاة فيها؟ أصيغ سؤال الأخ بصياغة أخرى: تكاليف الزراعة هل تخصم من الناتج ناتج الأرض قبل إخراج الزكاة عليها أم لا تخصم؟ أقول بالله التوفيق، يرى أكثر العلماء أن تكاليف الزراعة لا تخصم، وذلك لأنها تمثلت في تخفيض الزكاة من العشر إلى نصف العشر، فالذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزكاة العشر إذا كانت تسقى من السماء، أما إذا كانت تسقى بالآلة فنصف العشر، أما سائر تكاليف الزراعة فلا تخصم من الناتج، والله أعلم. إلا أن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يريان أن تكاليف الزراعة تخصم، ولكن الجمهور ليس على ذلك، والله أعلم. يقول: مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تقدم عن طريق البنوك، هل بها أي شبهات ربوية؟ نعم، بها شبهات ربوية، والأولى والأسلم للدين البعد عنها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمي يا شيخ. الحمد لله. ربنا يبعث سؤال بس سؤالين كده. تفضل. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ صلاة في الصلاة الجهرية، كان يقرأ من أول الصورة ولا من نص الصلاة؟ في الصلوات الجهرية هل كان يقرأ من أول الصورة أو من نصف الصورة؟ الغالب أنه كان يقرأ من أوائل السور ويتمها، ولكن لا مانع من أن تقرأ من أي موطن من أي سورة ما دام المعنى لم يختل، وذلك لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، والله أعلم. بارك الله. طب سؤال ثاني. نعم. تحية المسجد، هل لما تخش تحية المسجد لازم تصلي التحية؟ تحية المسجد مستحبة، لأن النبي لما سئل عن الصلوات التي افترضها الله عليه على العباد قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال سائله: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: إذن والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. نسألك الدعاء لي ولزوجي بالهداية يا شيخ، ولأولادي بالذرية الصالحة. الله يهدينا وإياكم ويصلحنا وإياكم والمسلمين والمسلمات. ماشي علينا يا شيخ بعد إذنك. تفضلي. دلوقتي أنا ما علاج الوساوس القهرية اللي بتجيلي؟ يعني أنا بيجيلي وساوس يا شيخ كتير قهرية في دلوقتي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فاصطلاح الوسواس القهري خطأ، لأن الوسواس لا يقهر بل هو ضعيف. ولما سقط رجل من على دابته فقال: تعس الشيطان. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوته صرعته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصغر حتى يكون مثل الذباب. وعلاج وسواسك اقرأي على نفسك بالمعوذتين مع سورة قل هو الله أحد، وامسحي رأسك وما استطعت من جسدك،
ثلاث مرات، واقرأي الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة وحافظي على الصلوات. بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ بعد إذنك، بس أنا من حتة اسمها محافظة البحيرة تبع اسكندرية، وبيجوا إحنا التوقيت بتاعنا مكتوب في النتيجة اسكندرية، فما بيدنوش عليها، بيدنوا قبلها بخمس دقايق بأربع دقايق، في العشاء بيدنوا قبلها بسبع دقايق. ينفع الأذان قبل ميعاده اللي هو متحدث في النتيجة دي؟ الأذان قبل الموعد لا يجوز، يعني إذا أذنت المغرب مثلا قبله بخمس دقائق والشمس طالعة فالأذان باطل. طب وقبل العشاء بعشرة بست دقائق؟ لازم تراعي أنت فروق التوقيت من ناحية، أو تراعي السنة من ناحية. طب إحنا اتكلمنا في المشوار، بيجي إمام المسجد أفتى قال لهم لا ادانوا ورا الشعراوي زي ما بندانوا على طول. لا لا لا، في فارق توقيت بلا ريب بين الإسكندرية والقاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أخي فاضل جزاك الله خير. وإياك تفضل. كان في أخ فاضل بيسأل عن إخراج زكاة المال، هل يجوز لبنت زوجته عليها ديون؟ وفي نفس الوقت برضه في بنته يعني بنتين على طلاق، هل برضه يجوز إن هو يديها؟ لا عفوا، يعني الربيبة، إذا كانت الربيبة فقيرة يجوز إعطاء الربيبة من زكاة المال. تمام. ها. أما البنت، بنته اللي هي خلاص متفق على طلاق. لا، ما هي متزوجة؟ ما هي متزوجة بس خلاص متفقين على الطلاق. لا، زوجها فقير؟ نعم، عليها ديون وعليها صوت. يعني الديون ديون بحق أو ديون بباطل؟ لا، ديون بحق، هو راجل صادق نحسبه صادق يعني. لا لا، يعني مثل الديون، افترض ان واحد مثلا اشترى شيء محرم وقال انا مديون، او اشترى شيء فيه تبذير وقال انا مديون لا نعطيه من الزكاة، لكن اذا كان استدان في حق، كانت مشتري جهاز كهربائية وجهاز البيت وكده وعليها اقساط ليها، اقساط الحي للشيء ده، الزكاة للضرورات سددوا عنها الزكاة. نعم، جزاكم الله خير يا شيخ. وياك. السلام عليكم. يسأل هل يجوز زكاة دفع زكاة المال مقدما قبل حلول وقتها؟ نعم، جوز هذا فريق من أهل العلم، واستدل بعضهم بأن النبي قبض زكاة حولين مقدما من العباس بن عبد المطلب، وإن كان الخبر في مقال لكن له شواهد تقويه، وأيضا استدلوا بجواز إخراج الكفارة قبل الحنث، ومعنى ذلك إذا قال شخص مثلا أقسم بالله إلا أسافر إلى الإسكندرية غدا، ثم بدا له ان يسافر، هل يجوز ان يخرج الكفاره قبل ان يسافر؟ رجح ذلك عدد من العلماء والله اعلم. السلام عليكم. عليكم ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بص حضرتك، انا ليا خالي من بورسعيد، هو كان من 40 سنه الحكومه ادته شقه، الشقه دي كان المفروض طول ما انت قاعد فيها في طنطا، طول ما انت قاعد فيها يعني ما فيش مشكلة عشان هو مهاجر للتضرر من الحرب، ماشي؟ فادها لأخته على سبيل انها تتجوز فيها، وعدت السنين 10 سنين، فجت الحكومة قالت اللي قاعد في الشقة يتملكها، فوالدي قال خلاص انا هتملكها، ومرضاش يقول للخالي يعلمه، وتملكها فعلا وباعها، ايامها كانت ب13,000. خالي لما عرف القصة دي طبعا ما سمحش، وقال المفروض كان يبلغني وانا كنت هنزل واتملكها. فانا لما جيت سالت خالي قلت له هو احنا نرد لحضرتك الفلوس بثمنها حالا؟ قال لي اه يا بنتي، بس انا مش مسامح والدك، لكن انا مسامحكم انتم، يعني لو والدك توفى مش عايز منكم حاجه، لكن انا مش مسامحه في اللي هو عمله معايا. خلاص، مشكله خليها فيما بينهم بين يدي الله. طيب، في سؤال ثاني بعد اذن حضرتك، لو 400 جنيه واحد سالفها من واحد من 20 سنة، اديها له حالا بقيمة كام؟ 400 جنيه. يعطيها 400 جنيه الآن. بنفس القيمة يعني. نفس القيمة. طيب، جزاك الله خير يا شيخ. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله والذي أحببتنا له، تفضل. أسألك الدعاء. الله يوفقنا وياك ويصلح صدرنا وياك. سؤالي نصح، السؤال الأول عذاب الله وفتنة الناس. ها؟
الفرق بين عذاب الله وفتنة الناس. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فتنة الناس أذى الناس الذي يلحقونه به، وعذاب الله وعذاب الله الذي يعذب به العباد. فمهما عذبك الناس عذابهم ليس كعذاب الله. فالله يقول: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، أي لا يعذب أحدا كعذاب الله ولا يوثق أحدا وثاقا كوثاق الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم. لو سمحت، حكم من صامت 5 أيام من شوال وما ولم تستطيع أن تصوم السادس، وهي عليها 10 أيام من الحيض. طيب، تستطيع إذا تقضي أيام الحيض الآن لا إشكال، وتصوم يوما لعل الله أن يتقبل الست من شوال منها. يعني ما تكملش على 5. أنا قلت تكمل على 5 يوما واحدا. تكون صامت الست النفل. والعشرة أيام التي أفطرتها نتيجة الحيض عليها صيامها. طب لو سمحت سؤال ثاني. نعم. اللي توفى عنها زوجها بتلبس الاسود ليل ونهار ولا في النهار بس؟ ما يلزمش تلبس اسود. امال تلبس اي لبس، بس ما تلبس لبس مصبوغ. مصبوغ خصيصا لا، لكن تلبس اي لبس. الا لبس الفاتن الذي يزينها للخطاب. لا يا مسنه كبيره في السن. الله يكرمك. طب لو سمحت سؤال ثالث. نعم. ابني لو سمحت تعبني قوي في الصلاة، فأنا يعني بغصب عليه إنه يصلي حتى لو ما بيقولش ما بيقرأش ما بيسبحش ما بيقولش حاجة، فهل أنا كده مخطئة وأسيبه؟ لا، أديت اللي عليكي، أديت اللي عليكي. بس يعني تصميمي إن أنا بخليه يصلي. جزاك الله خير، السلام عليكم. نعم. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ اتفضلي. بعد إذن حضرتك، أنا كنت ورثت مع إخواتي ميراث، وكنت دوت بيت بتاع ابي. نعم. عفوا، اعيد علي السؤال. 4 بنات وولد. انت 7 بنات وولد. ورثنا ميراث. ورثتم ميراث، وبعد؟ من ضمن الميراث ده كان في بيت لينا كلنا، فطلع لنا حقنا احنا كبنات الشقه اللي تحت. طيب. احنا بقى على ان اخونا ده كان اخ وحيد وكان هو اللي مشترك مع ابونا في بناء البيت والكلام ده وجهزنا وكده، ردا للجميل يعني قلنا ايه، احنا هناخد الشقه دي طول حياتنا وبعد وفاتنا هو ياخدها بالتنازل. فهل انا كده اذنبنا يعني احنا كبنات اذنبنا في حق اولادنا انهم ما ورثوش؟ لا 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 لا، ده شيء 7 مشتركين في شقه تركوها لاخيهم من اجل احسان اخيهم اليهن وتزويج اخيهم لهن. ليس عليك ذنب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ مولانا. تفضل. حضرتك، أنا طبعا أنا سواق توك توك وأنا ماشي أحيانا في الطريق. نعم. أنا سواق توك توك وأنا ماشي لقيت متكي مرة. أنت سائق توك توك وبعدين؟ وبعدين لقيت في الطريق 200 جنيه. لقيت 200 جنيه في الطريق وبعدين؟ طيب، ومره ثانيه برضك 200 جنيه في مكان ثاني، فمش عارف هي حكم لقطه ولا ايه؟ اللقطه يعني ذات القيمه، عرفها سنه، ان جاء صاحبها فاديها اليه، وان لم ياتي صاحبها فاستمتع بها، اما اللقطه اليسيره فلا باس باستعمالها والله اعلم، وكذلك اللقطه التي ستتلف لا بأس أن تستعملها لك أو لأخيك أو للذئب. طيب يعني من حقي أنا أستعمل الفلوس ديت؟ عرفها لمدة سنة، إن جاء صاحبها أديها إليه، لم يأتي صاحبها استمتع بها. أنا ما لقيتهاش في البيت. خلاص يا أخي انتهى الكلام. السلام عليكم. يسأل: حكم العمل كمحاسب في بنك يدعى أنه إسلامي، أنصحك بالبعد عن هذه البنوك. كنت أصلي وراء إمام فقام للركعة الخامسة ونحن في صلاة عصر، فنبهته وقلت سبحان الله،
وكنت خلفه فلم يستجب وقام الخامسة، ماذا أصنع؟ ابقى جالسا إلى أن يجلس ولا تتابعه على زيادة ولا على النقصان. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل عن حكم قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كل قراءة كان يختمها بصدق الله العظيم أم لا؟ لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم قد ورد عنه مرة أنه رأى الحسن والحسين مقبلين عليهما ثوبان أحمران يتعثران وكان على المنبر، فقال صدق الله إذ قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ثم نزل فاحتضنهما. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله. سؤال بعزيز من حضرتك الشيخ بعزيز. تفضل. الله يخليك. في دلوقتي محل يعني بنبني بيته، محل بيتبني، ففي واحد شغال في مهنة الحلاق يعني، فعاوز يأجر محل يعني، بس طبعا الحلاق ده انت عارف ان هو بيحلق الدجن والفتلة والحاجات دي يعني، اللي هي الشغل الشباب يعني. يعني أجره لشخص آخر. يعني الاولى نبتعد عنه يعني. اجره لشخص اخر. الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم تفضل. اني احبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا له. بالله عليك يا شيخ، نحن في مدينه المنيا من كل صعيد مصر. نعم وبعدين؟ وبعد ذلك في بلادنا في قريتنا ياتي بعض النساء تدور على البيوت وتتحدث وتتكلم وتقول اني يعني اقول للنساء يعني تعرف ما يحدث لهن وما اشبه ذلك يعني. ايوه امراه من النسوان الدجالات الكاهنات اللواتي يضربن الرمله وينظرن البخت كما نعم يقول. احسنت يا شيخ. دجالات يعني يا اخي يقعون تحت الدجالين والعرافين. طبعا دجاله التي تضرب الرمل وتشوف البخت وتخطط باصابعها في الرمال وتشعوذ على الخلق، والدجالة من الدجاجلة. نعم يعني استنيروا خلاص، هذه الخرافات مضى زمنها. نعم نحن في الصعيد هذه يحدث عندنا يا شيخ. لا المفترض تعلم أهل بلدك، علم أهل بلدك أن هذه خرافات وجهل، ومن أتى كاهنا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم طيب يا شيخ بالله عليك سؤال ثاني بالله عليك. تفضل. بالنسبة لأهل الميت، بعد ما يموت لهم ميت بعد ذلك يذهب معهم الناس يصلوا على الجنازة ويدفنوا في المقبرة، ثم بعد ذلك يأتون هم بمقرأ يقرأ في أول ليلة وفي الثالث وفي السبوع والخمستاشر والأربعين والثانوية، هذا يسمونه عندنا في بلدنا هكذا. لم ترد على رسول الله وليست من السنة. نعم، فنحن نذهب إلى نصلي على الجنازة وندفن الميت ولا نذهب إلى هؤلاء نجلس معهم. فهل علينا إثم؟ ليس عليك إثم. نعم. فهو بعض العقية أن الرجال يطلقون لحاهم 40 يوما، ثم بعد ذلك يحلقونها بحجة أنهم يعني عندهم زعل على الميت، ثم بعد 40 يعني هم يطلقون اللحية ليس تسننا إنما تشاؤما. نعم نعم. وحزنا. كلامهم باطل طبعا. أحسنت. الله يسلمك. ممكن رقم تليفونك يا شيخ بالله عليك؟ خذه من الإخوة في غرفة التحكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام. والله أنا أحبك كلها يا شيخ والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي ثلاثة أسئلة بعد إذنك. تفضل. أول سؤال بالنسبة لسنة العشاء ركعتين، في سنة وفي ركعة وترية، دي وتر ما لهاش علاقة بسنة العشاء. لحظة أعد لو سمحت. أول سؤال بالنسبة لسنة العشاء ركعتين بعد العشاء ركعتين. وفي ركعة اللي هي الوتر دي خاصة بسنة العشاء ولا دي خاصة بقيام الليل؟ لا سنة العشاء ركعتين معروفة، بعد صلاة العشاء صلي ركعتين السنة. بعد ذلك إذا أردت أن توتر، توتر بواحدة، توتر بثلاث، توتر بخمس، توتر صلي 11 ركعة صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. تمام. طب بالنسبة لميعاد زكاة الفطر. نعم. معاد زكاة الفطر معاد، هل فعلا بيبدا من 27 28؟ ممكن. نعم. كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين. يعني ممكن تبدا من اول رمضان لاخر رمضان؟ على قول. طيب سؤال ثالث يا شيخنا مع اذنك معلش.
المصلحة تكون لله فقط لغير أو لله مثلا، مثلا على سبيل المثال لو زوجة أحد مثلا اختبت أخوه يعني، فهو يقول لها حرام دي غيبة ونميمة، ولا يقول لها حرام غيبة ونميمة وأخويا يعني. الواجب النصح الناس يعني، الواحد يربي ناشئه على أساس حرام حلال فقط لغير، ولا حرام وحلال وأخ وأب وأم وكده يعني. المفروض يعني حرام وحلال وأخ وأب وأم يعني، مش فاهم. الله له حق والأخ له حق والأب له حق والأم لها حق. السلام عليكم. يقول السائل: هل يجب علي صلة رحم لخالي أو عمي العاق لأهله وكل حياته مشاكل؟ إن كان في الوصل مصلحة فصل، إن كان الوصل سيولد فسادا فالله لا يحب الفساد. هل يجب علي صلة رحم من صلة الرحم لمن آذوني من عمومتي أو أخوالي، ولو كان ضررا لا ينسى ولا أقوى أن أتناسى؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لإن كان كما قلت فكأنما تسفهم الملة، ولن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فصل الرحم وإن قطعوك، وليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ومعنى ذلك أن ابن عمك مثلا إذا قطعك، إذا وصلك عفوا، فوصلت كافأته بالوصل، لكن لست بالواصل حق الوصل، إنما الواصل حق الوصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هم يقطعون وأنت تصل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال يا شيخ بعد إذنك. نعم. أنا شغال في شركة، وجينا شركة خارجية تانية تركب تركيبات وبياخدوا مننا بعض الحاجات، فالمهندس اللي معايا بيقول لي اديها، فهل كده يبقى اسم عليا بس ما لهمش حق ياخدوها؟ يعني مثلا زي سلك الحام، زي حبرات قطعيه، زي يعني اشياء يسيره تؤثر في العمل ولا لا تؤثر في العمل، او اشياء كبيره؟ هو ليس له حق ان هو ياخذ منها، هو بيجي بمعداته بحاله. لا يعني احيانا انا ليس لي حق في شيء لكن بطلبه منك شيء يسير. هل المهندس بيقول لي اديه، هل انا كده عليا وزر؟ إذا كانت أشياء يسيرة ليس عليها، إذا كنت تشعر أن المهندس متواطئ في السرقة لا. فهو لا، هو مش موضوع سرقة لا يا شيخ، لا. الأشياء اليسيرة يا أخي جرى العرف على التعاون فيها وداخلة في هو بيتحاسب يا شيخ. يمنعون الماعون. الشيء اليسير معفو عنه. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم السلام عليكم، تفضل. عليكم السلام. امبارح يا شيخ مصطفى، بالنسبه للاسر المسجد الاقصى والحصار على المسجد الاقصى، ماله؟ الحمد لله يقولون فتح اليوم العصر، الحمد لله. نسال الله ان يخزي هؤلاء اليهود وان يرد المسجد الينا ردا جميلا. ذلكم المسجد المبارك مصر رسول الله واولى القبلتين ومجتمع الانبياء، مسجد تشد الرحال اليه، مسجد الصلاة فيه تضاعف أضعافا كثيرة، نسأل الله أن يرده إلينا. السلام عليكم. يقول السائل: شخص يريد الزواج بزوجة ثانية لعدم اهتمام زوجته الأولى به، ولا يشعر معها بما يكفيه ويبعده عن الفتن، هل الزواج في هذه الحالة يكون حلا بعد استنزاف طرق كثيرة في التوعية لها بحق الزوج؟ الزواج قد يكون حلا وقد يكون مشاكلا، فلا تبني زواج الثانية لكون زوجك الأولى تعكر عليك، إنما انظر مصلحتك بصفة عامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لدي سؤالان، بارك الله فيك. وفيك. سؤال الأول عن صلة رحم، هل إذا لم أزر أختي أو أمي أو خالتي أسبوع أو 15 يوما أكون من قطيعة الرحم؟
وأرجو منكم أن توضحوا متى يكون الإنسان قاطع للرحم، ومن هم الذين يجب علينا وصلهم. والسؤال الثاني بارك الله فيكم، يعني تعنين أن السؤال الأول هل هناك مدة زمنية إذا تجاوزتها أكون قاطعا للرحم؟ ليست هناك مدة زمنية، إنما المسائل عرفية، متى يكون الإنسان قاطعا للرحم؟ إذا كانت ثم خصومة وتمادى فيها زمنا طويلا وهجر الرحم هجرانا طويلا. ليس هناك نص يحدد. من الأقربون من الأرحام؟ أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. الأم والأب مستثنين، وبعد ذلك أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. ما السؤال الآخر؟ تفضلي. سمعت يا شيخنا، لي أخت طبعا زوجها مع علاقته بيها مش كويسة جدا، ما بكلمهاش. نعم. في بعض أختي حضرتك زوجها علاقته سيئة جدا معاها وما بكلمهاش عامة يعني. فبعض السيدات قالت لي في واحدة شيخة هناك وبتعالج من القرآن وما أعرفش إيه. لا تذهب، هذه دجالة. أختك معاشرة زوجها لها ليست بطيبة، وتريد أختك أن تذهب لشخصية دجالة تصنع التولة التي تحبب المرأة إلى زوجها. هذا حرام ونوع من أنواع الشرك والطقوس الجاهلية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. نعم. لو سمعت يا شيخ مصطفى، كنت انا اتنفست وكنت غضبان وبكلم مع اخويا فحلفت بالطلاق. ماذا قلت؟ قلت له على الطلاق لبكره، يعني بقله ادبك دي، على الطلاق لا تضرب امك بالجزمه. وطبعا ده كان في حاله انفعال. بعد كده تبت الى الله وصليت ركعتين يعني استغفار لهذا الذنب. طيب كفر كفاره يمين. كفرت يمين طعم 10 مساكين؟ ايوه نعم. طب حضرتك ده سؤال. السؤال الثاني بالنسبة للقنوط في الفجر. ماله؟ حضرتك هل هو جائز ولا مش جائز؟ لا يعني يستحب عند النوازل. يستحب عند النوازل ولكن في اوقات اليسر. في الاوقات الاخرى الأولى عدمه، لكن عند النوازل يستحب، لكن ليس ببدعة كما قال بعض الناس. جزاك الله خيرا يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كل عام وحضرتك بخير. وأنت طيبة يا أختي. كنت من حوالي 30 سنة كده يا شيخ، خدت 10 جنيه من بيت حماتي. من 30 سنة. فهو جوزها توفى وهي توفت، وانا عايزه اطلعها صدقه على روحه. هل اطلعها زي ما هي ولا في فرق كبير بين السنين يعني؟ مش انت شايف ان في فرق كبير؟ 30 سنه. طيب هي لله طلعي 200 300 الف. الله يعين. هو جوزها قال لي كده، قال لي بمعاد الجرام ده دلوقتي. لا يعني مش كده يعني، احنا بنقول يعني طلعي مبلغ كبير وخلاص. طيب يا شيخنا متشكرين قوي. الله يسلمك. وربنا. بس انا اسالك سؤال سؤال. نعم. سؤال. نعم. في ورثه لحماتك وحماتك ولا لا؟ بنتهم موجوده واخده اخويا. ادي الفلوس لبنتهم. طب بس هقول لها ايه طيب يا شيخ؟ قول لها دي كانت ديون لامك عليا. طيب ماشي يا شيخ. للورثه يعني لبنتها والورثه. نعم. ما طلعهمش صدقه. ما طلعهمش. لا 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 مش صدقه، لان في ورثه. طيب يا شيخ. شكرا قوي. الله يكرمك. اسال سؤالا. هل يجوز اخذ قرض لشراء سكن شقة لاننا لا نستطيع دفع الايجار؟ لا يجوز شراء شقة بالربا الا عند الضرورة القصوى، والله اعلم. ما حكم العمل بحديث يرى احد علماء الحديث انه ثابت والاخر يرى انه ضعيف؟ والعالمان ثقة. إذا كان في فضائل الأعمال فأعمل به، إذا كان في الأحكام فاختر الأحوط لك في دينك.
شخصان كان يتحدثان أمام شخص ثالث، ويبدو أن الأول استفذ الثاني وقال له أنت مديون لأحد، فقال الثاني علي الطلاق ما علي شيء لأحد، في حين أن الثالث كان يدين الثاني بمبلغ من المال. عندما سمع الثالث يمينه أسقط عنه الدين المستحق له في لحظتها، فهل الزواج صحيح أم لا؟ يعني قال علي الطلاق ما أنا مديون لأحد، هو مدين لأحد. إذا كان قال الكلمة في وقت غضب وهو لا يذكر الدين لا يقع شيء، إذا كان متعمدا قال علي الطلاق ما أنا مدين لأحد، أو قال تكون زوجتي طالق إذا كنت مدينا لأحد، هو مدين ومتعمد يقول ذلك، فالطلاق واقع. حكم العمل في شركات التأمين البعد عنها أسلم لدينك لما يعتريها من الربا والغرر، والله أعلم. يقول أمي أعطت مالها كله سلفة لخالي وحال عليه الحول، هل يصح أن أخذها مبلغ الزكاة إلى أن تسدده لي؟ يصح ذلك، يصح أن تقرض شخصا مالا حتى يخرجه زكاة لماله وبعد ذلك تسترده منه. يسأل السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا أصبت مال حرام. ها. وهذا المال يعني أريد أن أرده للصحيح ولكن بطريقة غير واضحة أو غير منهية بهذا المال. لا وضح صوتك، وضح صوتك، أصبت مالا حراما. نعم وأريد أن أرسل هذا المال. ترسل المال لصاحبه، إن كان مسروقا عليك برده لصاحبه، إن كان مالا نتيجة الاتجار في أشياء محرمة فأخرجه في أي باب من الأبواب على سبيل التخلص منه. السلام عليكم. السلام عليكم مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة أنا مقيم في المملكة العربية السعودية وزوجتي بتطلع للحج إن شاء الله، وأنا ظروف المادية مش هتقدر تخليني أطلع معها، فهل يجوز؟ يجوز عند جمهور العلماء أن تذهب المرأة إلى الحج مع رفقة الأمينة. الرفقة الأمينة متوفرة والحمد لله. يجوز. شكرا، جزاكم الله خير. الله يحفظك. يسأل سؤالا فيه، أعمل في مزرعة بأجر شهري وفي ميعاد ري المزرعة أسقي مزرعة أخرى بجانبها، مع العلم أنني لو سقيت مزرعتي لم يكن فيها عمل طول اليوم، ما الحكم في أجر المزرعة الأخرى؟ إذا كان عملك في المزرعة الأولى الذي تتقاضى عليه أجرا لن يتضرر ولن يتأثر بسبب سقياك للمزرعة الثانية لا بأس، والله أعلم. هل يجوز أن أستخدم عبارات غير لائقة من أجل أن أوصل المعلومة إلى غيري بالوجه المطلوب؟ ينظر إلى غير اللائقة هذه، قد تكون محرمة فلا تجوز، وقد تكون دون ذلك فتكره، والأمر بحسبه. ما حكم البناء على الأراضي الزراعية المحرم البناء عليها قانونا؟ أطع ما دمت تستطيع الطاعة، إلا إن عجزت أو كنت سترمى في الشارع فتكون ضرورة، والضرورات تقدر بقدرها. ما حكم صبي لم يبلغ الحلم ولكنه مميز يعمل في محل بيع الفراخ وهو الذي يذبح؟ يعني يسأل عن حكم ذبيحة الصبي. لا بأس بذبيحة الصبي لقوله تعالى أو لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، وقد قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، فإذا ذكر الصبي اسم الله على الذبيحة جاز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخنا لنا ثلاث أسئلة. اتفضلي. السؤال الأول يا شيخنا، في أخ يعني بيصرف على أهل بيته، وهو كان يعني كان الأول بيشتغل في الحلال وقت قرشه حرام، فالأسرة ديت ملهاش معين يعني إلا ربنا ثم هو،
والوقت هم ينفع ياكلوا ويشربوا من الحاجه اللي بيجيبها دي، واخوات البنات بييجوا يومهم يعني، فحلال ان هم ياكلوا. لو كانوا لو كان بامكانهم الاستغناء عن امواله الزموا بالاستغناء عن امواله المحرمه، اذا عجزوا فالاسم عليه. السلام عليكم. واخواته اللي بيجوا من بره يا شيخ، يعني بيسرق، يعني اذا كان بيسرق لا ياكل قولا واحدا. لا يا شيخ بيشتغل يعني، هو ماله حرام وخلاص، ماله حرام. اصل الحرام يختلف، المهم لا ياكلنا عنده، لا ياكلنا عنده زجرا له على الاقل. لا ده هي الاسره هو فيها قاعد في البيت يعني. يا اختي انت تكلمت عن الاسره اجبناكي عنها. الاسره تستغني وترفض اذا كان بامكانها الرفض، ان عجزت الاسره فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. اخواته الوافدات للزياره لا ياكلن منه. السلام عليكم. نعم. يسأل يقول أبي تزوج بعد وفاة أمي ويظلمني وأخشى أن يضيع تركته للزوجة الجديدة، كيف أضمن حقي وحق أخواتي الصغار من ميراث جدي؟ المال مال أبيك الآن، إذا كان الجد جدك لأبيك وأبوك الذي ورث فهو المسؤول عنه أمام الله، أما إذا كان مالا عن جدك لأمك فبإمكانك أن تطالبي به. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. يا شيخ كان جودي اشترى عربية من بنك بقاله ربع سنة دي، بقاله 4 سنين، وجت من كام شهر العربية عملت حادثة. هم عامة لازمينه في البنك الإسلامي ده إن العربية لازم يدفع كل يعني كل ما يجدد الرخصة لازم يدفع ليها تأمين ملزم بيها مجبر. فجت عملت العربية حتى بقالها كام شهر، فهو شركة التأمين صلحوا له العربية على حسابهم، فهو المفروض قالوا له صلحها على حسابك واحنا هندي لك المبلغ، نصرف لك وقدم فاتورة بالطلبات واحنا نصرف لك الفاتورة. ما هو ما دام أجبر على أن يدفع مبلغ لشركة التأمين فله أن يأخذ قدر الإصلاح على المتفق عليه فيما بينهما، وإن يعني كان في أصل الاشتراك شركات تأمين خلل، لكن إن أجبر فليستفد بما دفع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مولانا أسأل عن رواية أن رجلان من بني إسرائيل تآخى، كان الأول مجتهدا في العبادة والثاني مشرف على نفسه إلى آخر الرواية، فهذه الرواية صحيحة وأرجو القاطع حول هذه الرواية. الرواية صحيحة، كان في بني إسرائيل رجلان متآخيين وكان أحدهما مسرفا على نفسه وكان الآخر عابدا، فكان العابد يقول للآخر انتهي اترك ما تصنع، فذات يوم قال له يا أخي خلي بيني وبين ربي، أو بعثت علي رقيبا أو كنت بي عالما؟ فقال العابد والله لا يغفر الله لك. فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. الرواية صحيحة، والمأخوذ منها أن الشخص لا يحجر رحمة الله ولا مغفرة الله عن أحد. بارك الله فيك. يقول الأخ السائل لا أستطيع القيام بالفرائض وأخاف أن أموت وأنا هكذا، استغفر الله وأعمل عملا صالحا، استغفر الله وأعمل عملا صالحا وحافظ على الفرائض لزاما. يقول لا أستطيع القيام بالفرائض، استغفر الله وأت بالفرائض لزاما وأعمل عملا صالحا لتكفير ما قد سبق من التخلف عن الفرائض حتى ما مضى وقتها، لكن عليك بالإتيان بالفرائض لزاما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد حضرتك يا شيخ، حضرتك أنا كنت واخد حاجة شغال عليها من واحد. ها. تمام؟ كنت واخد توك توك شغال عليه من واحد، فالتوك توك ده اتسرق مني. تمام؟ تمام.
فقعدت انا وصاحبي التوك توك، فقال لي انا اشيل المصر، انت تشيل المصر. قال لي يجوز ان اخد قرض عشان اسد له حقه ولا ايه؟ يعني انت تريد ان تقترض من البنك قرضا ربويا لتسدد قيمة ما عليك من التوك توك الذي سرق منك؟ لا يجوز لك الا اذا كنت ستحبس. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ احمد اليك الله واشكره. الله حافظ. بقول لحضرتك سيدنا، انا دلوقتي حد اداني مبلغ 150 مثلا زكاة مال، قال لي اديها للمساكين والفقراء وكده يعني، ولا كان عليا ديون، هو قال لي انت اتحرك فيها براحتك يعني، كان عليا ديون، يجوز ان اخد منها للديون، انا سد منها الجزء من الديون عليا. الديون اللي عليك نشأت نتيجة اسراف او نتيجة حق؟ لا، النتيجة نتيجة يعني الضغوط المادية للحياة الشخصية اللي الواحد عايش فيها كده. لا بأس. يا سيدنا؟ لا بأس. لا بأس، تمام، جزاك الله خيرا. وياك. السلام عليكم. تقول ابنتي جاء المحيض، هل أجعلها ترتدي النقاب؟ إذا بلغت المحيض تنتقب. يقول هل في سجود السهو الذي بعد السلام نرفع اليدين عند التكبير؟ لا، لا رفع لليدين عند سجود السهو. اتفقت مع نجار على عمل دولاب بألف وخمسمائة جنيه، أعطيته ألف ثم لم يعمله لمدة عام بتأخير منه، ثم ارتفع سعر الخشب، فعلى أي سعر أحاسبه؟ تحاسبه على 1500 جنيه. السلام عليكم. امرأة مات زوجها ولها بنت، فتزوجت رجلا آخر، وهذا الرجل الآخر يحاول الاعتداء على البنت، ماذا تصنع البنت؟ تذكر أمها، إن أصرت أمها على إبقائها فتبحث عن عم لا تخبره. إذا كنت حلفت وحنست، هل يجوز لي أن أتبرع لمؤسسة خاصة بإطعام الفقراء أم لابد من إطعام 10 مساكين؟ إذا كان أهل المؤسسة فقهاء يعرفون تصريف كفارة اليمين، جاز لك أن توكلهم لإخراج هذا المال في الإطعام، يشترون طعاما. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا كنت عايزة أسأل عن الجواز العرفي، حلال أم حرام، وفي حالة أن هو متجوز واحدة رسمي. لا عفوا، الزواج العرفي له صور، احيانا يكون بولي وشهود ومهر، ولكن لا يسجل عند الحكومة، فهذا صحيح، لكن احيانا يكون بدون ولي فهذا باطل. بمعنى حضرتك؟ يعني ممكن واحدة تروح تقول لواحد زوجتك نفسي، فهذا الزواج باطل، لكن في واحدة ممكن ابوها يقول للشخص زوجتك ابنتي وفي شهود ومهر، ولكن فقط لا يسجلونه عند الحكومة، فهذا زواج حلال. هم بيسجلوه عند الحكومة، هو مش مسجل عند الحكومة، هو مسجل عند محامي. وفي يا بنتي اختصارا انت زوجت نفسك او من زوجك؟ لا هي زوجت نفسها، انا بتكلم انا مرات ما زوجت نفسها. الزواج باطل بدون ولي. بدون ولي جواز باطل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضلت الشيخ مصطفى؟ نعم. سمحت، في بالنسبة للأضحية في بكرة هتتم سنتين بالسنة الهجرية، يعني إن شاء الله في العيد الجاي ده إن شاء الله تبقى عندها سنتين، هل دي تجزئ أضحية ولا لا تجزئ؟ إذا كانت كسرت، تعريف الكسر يعني يفتحوا الفم وتكون في سنتين ظهرتا في معروفة السنية. اي فلاح يفهم، يفتح فما يشوف السنان طلعت خلاص، لكن في الغالب سنتين تكون قد كسرت ان شاء الله. شكرا. عفو الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه الشيخ لو سمحت. نعم. شيخ بص، بطاقه العيش ديت احنا لنا عيش في البطاقه. ها؟ فساعات العيش، بطاقه العيش، بطاقه التموينيه دي. ايوه بطاقه الخبز مالها؟ ايوه دلوقتي احنا ساعات بقى مين يعيش؟
فانا ليا بتبقى مني العيش ساعات في البطاقه، ما نسحبش العيش كله في بتاع الشهر يعني وكده. فانا يعني ايه ليا جاره ما بقالهاش تومين وكده اهوت ما لهاش عيش، فانا بعت لها العيش دوت، فحرام ولا حلال؟ حلال. حلال ده بارك الله خير يا شيخ. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، لو قطعة أرض أملاك دولة يعني عليها عمود ضغط عالي، أملاك دولة. أيوه أملاك دولة فيها عمود ضغط عالي وبعدين؟ وفيها نبات عشبي يعني بينه لوحده، لو حد أخذ منه بدون ما يستأذن من أي أحد، يعني إيه حكمه؟ النبات ده حق أحد من الناس أم لا؟ لا مش حق أحد، يعني هو مبني عمود ضغط عالي وتحتيه بيطلع النبات العشبي. يعني ليس حق أحد، يجوز أن تأخذ منه. حول العمود يعني. بارك الله فيك. ما فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة شيخ مصطفى. نعم. لو سمعت عايزة أسأل سؤال. تفضلي يا أختي. دلوقتي والدي توفى الله يرحمه، ساب لنا بيت أربع أدوار. أخواتي صبيان ثلاثة واخدين ثلاث شقق وهم شطبوها. فدلوقتي عايزين يحاسبونا على التشطيب بسعر يعني واحد متجوز بقاله 11 سنة، واحد 8 وواحد 4، عايزين يحاسبونا بسعر النهاردة، احنا خمس بنات. لما هم سكنوا في البيت استفادوا منه. خلاص يعني واحد يجلس، واحد يجلس يقرب المسافات بينكم ويحسب للسكنة ايجار وللتشطيب زمن. يعني احنا دلوقتي حقنا ايه؟ طيب ناس تدخل دلوقتي. ناس تدخل تسمع من الطرفين وتقضي. السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ مصطفى، بالنسبة لموضوع الرضاعة، أنا كانت لي إخواتي من الأب، وأمي رضعت ولاد إخواتي من الأب، هل بذلك أو كده دلوقتي ولاد إخواتي كلهم اتحرموا على 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 ولادنا كلنا؟ يعني واحد امك رضعته. امي رضعت ولاد اخواتي الاثنين. ايوه هي رضعت واحد ايا كان من ولاد اخواتك، رضعت واحد، هذا الولد يكون اخا لكم من الرضاعه كلكم. تمام. وبعد ذلك سيكون عما لابنتك من الرضاعه. تمام. فلا يحل له ان يتزوجها. يعني كل اخواتي اللي هم من الاب كده اللي هم رضعت لهم ولادهم كلهم بقوا لا بقوا كل امك رضعت من؟ امي رضعت بنت اخويا وابن اختي. رضعت بنت اخوك ستكون اختك من الرضاعه. السلام عليكم. الله وبركاته. نعم. سمحت يا شيخ، ليا سؤالين يا شيخ، معلش. اتفضلي. بنتي عندها 16 سنة، عليها أيام من رمضان، وهي لما بتصوم بيجي لها نزيف من مناخيرها، عندها ضعف في الشرايين. فينفع يعني إن أنا أدفع لها كفارة ولا لازم تصوم؟ تصوم إذا عوفيت ولو في الشتاء. يعني تصوم ما ينفعش. تصوم إذا عوفيت ولو في الشتاء، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ماشي يا شيخ. طب السؤال الثاني، حضرتك حلقة العلم يجوز بعدها الدعاء؟ ها؟ يعني أنا بدي حلقة علم، يجوز إن أنا أدي دعاء بعدها يعني أدعي؟ بصورة مستديمة لم ترد عن الرسول، لم يرد عن الرسول أنه كان بعد كل درس علم يدعو. يعني درس أو درس لا بس. الله يوفقنا وإياك. ربنا يبارك فيك يا شيخ. جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت قلت الشيخ مصطفى، عندي ثلاثة أسئلة لو سمحت. اتفضل. يسأل سائل يقول، هل يجوز الدعاء للأجنبية بظهر الغيب؟ يعني تقول اللهم وفق فلانة وليست بقريبة لك. نعم يجوز الدعاء لها بظهر الغيب، فهي مسلمة، لكن يكون الدعاء بشيء حلال، لا باسم ولا بقطيعة رحم. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت،
أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها على الدوام مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله في هذه القناة وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. والذي يقول إن الله له ولد كافر مخلد في النار، والذي يقول إن الأموات ينفعون أو يضرون مشركون عياذا بالله من الشرك. وذكر الجميع بأخوتهم الإسلامية، فالمسلم أخو المسلم في كل زمان وفي كل مكان. المسلم في روسيا أخو للمسلم في أمريكا، أخو للمسلم في مصر، أخو للمسلم في السعودية، أخو للمسلم في قطر، أخو للمسلم في اليمن، في كل البقاع. المؤمن إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح البلاد والعباد، وأن يؤلف بين قلوب أهل البلاد المصرية وغيرها على كتاب الله وسنة رسوله. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.